شكرا معلقنا كابتن احمد مناع. اذا انتهت المباراه بفوز كبير لنادي الاهلي 79-60، وزي ما قلنا بين الشوطين وانا وضيوفي الكرام انه الحقيقه لو استمر النادي الاهلي بالارقام اللي حققها في الكوارتر الاول والثاني الماتش هيفتح، لان الارقام كانت باينه. الفيلد جول بتاعنا رايح ل 50% ودي نسبه عاليه، حافظنا بالفعل على كده. الدليل اكبر دليل احنا في الشوط الثالث والرابع حاطين 42 نقطه في الوقت اللي سجل نادي الزمالك 19 نقطه فقط، وده اللي عمل الفرق الكبير، فرق 19 نقطه في نهايه المباراه. برحب بضيوفي المره الثالثه. كابتن نبيل اهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن سلعاوي. اهلا بحضرتك كابتن نبيل. كابتن سلعاوي، يعني اكيد الفتره الثالثه والرابعه زي ما احنا قلنا بين الشوطين لو الارقام فضلت كده والتركيز فضل كده مش هنكسب، بس لا هنكسب فرق كبير، بس احنا شرطناه ان احنا نحافظ على ارقامنا. ايه اللي حصل في التالت والرابع؟ اولا مبروك النادي الاهلي وهارد لك لنادي الزمالك. تملي مباراه الاهلي والزمالك او الديربي بمعروف عنه انه بيظهر فيه مفاجات، المفاجات دي بتتمثل في لعيبه. النهارده اللاعب براندو مفاجاه بالنسبه لي. المفروض ما يبقاش مفاجاه يا كابتن سلاوي، ده المحترف بتاعي. لا يعني يكون ده مستواه بس تاقلم مع النادي الاهلي، بس تاقلم وبقى من احسن. تاني حاجه كريم حاتم. كريم حاتم عمل مباراه دفاعيا وهجوميا يعني بصراحه حاجه 10 على 10 بصراحه. عمرو الجندي مش هقدر اقول لك انه كان كويس، لا هو دي طبيعته وهو فعلا الله اكبر عليه. اللي حصل في الشوط الثالث والرابع ان لعيب الاهلي تحرروا من الضغوط اللي كانت عليهم، فاستحوذنا على الريباوند، جرينا فاست بريك، بقى في تركيز اكتر، 3 بونت بقت اسهل ومتاخده في الاوقات المناسبه. نعم اتفضل يا كابتن معاك. يعني الفارق 15 او 19 نقطه هو اعتقد جه نتيجه لتركيز لعيبه النادي، يعني لعيبه النادي الاهلي. نعم اشكرك كابتن سلعاوي. كابتن نبيل راي حضرتك في الفتره الثالثه والرابعه؟ انا برايي ان احنا عملنا كمان دفاع على البيك اند رول ممتاز في الفتره الثالثه والرابعه. نعم وده ادى ان احنا بقينا نقطع كور كتير. صحيح. ونلم كور كتير نقدر نجري بيها هجوم سريع. يعني صح. يعني عملنا هجوم سريع. صح. كذا كوره وقفنا خطورتهم. في نفس الوقت مسكنا الريتم بتاع الملعب، يعني براندون فعلا مسك ريتم المباراه وابتدى يلعب زملاته، ولما كان بيتعب كان ايهاب امين بيمسك اللي هو الملعب وكان برضو بيلعب بقيه اللعيبه او بيلعب هو. فدي كانت برضو ميزه في النادي الاهلي ان هو اتحكم في المباراه في الكوارتر الثالث والرابع، ما سابش العمليه ان احنا بنجري وخلاص او بنلعب وخلاص. فاعتقد يعني ان طبعا اكيد كابتن اجوستي قدر ان هو في الكوارترين دول يوقف نقط قوه نادي الزمالك سواء في الالعاب اللي هو بيلعبها او سواء في اللعيبه. نعم طب خلينا نروح لبعض الارقام والاحصائيات التي لا تكذب ابدا. هداف الفريق النهارده هو براندون اللاعب الامريكي المحترف بصفوف النادي الاهلي برصيد 23 نقطه، حطهم في 29 دقيقة بالتمام والكمال. 29 دقيقة بالتمام والكمال هي فترة مشاركة براندون، وهي فترة يعني مش كبيرة، ما لعبش 40 دقيقة، ودي حاجة تحسب لمستر أجوش الحقيقة إنه برضه باصص على بقية السيريز، بس على بقية المجموعة بقية الماتشات إنه مش هيهلك اللعيبة في ماتش. 23 نقطة بعديه على طول برصيد 10 نقاط يجي عمرو الجندي. عمرو الجندي بصراحة يعني هو كان لغاية نهاية الفترة الثانية حاطط 3 نقاط فقط، هو جاب 7 نقاط، رميتين وان مور تقريبا او رميه حره، لا ما كانش رميه حره، بس هو حط 10 نقاط، حاطط 10 نقاط. عمرو الجندي ثاني هدافي الفريق. عندنا ثالث هدافي الفريق ايهاب امين، بس عمرو الجندي لعب 23 دقيقه بس، لعب نصف المباراه. طب برده كويس انت النهارده عمرو الجندي ظاهر هو لاعب نصف المباراه بس. ايهاب امين لعب 30 دقيقه زي المحترف بالظبط، هو المحترف لعب 29، ايهاب امين 29 دقيقه و44 ثانية، حط 9 بونت. يعني اسيست، لا بس اسيست ايهاب امين النهارده 6 اسيست على اسيست، يعني ايهاب امين دايما لازم يطلع لك بحاجة تكسبك بصراحة. 6 اسيست النهارده هو عاملهم، وبراندون عامل 5، هما الاثنين عاملين 11 من اصل 19 اسيست الفرقة كلها. طيب خلينا نروح لأرض الملعب ولقاء مهم يا جماعة النهارده عشان نسمع طبعا يعني براندون هيقول ايه. يعني النهارده هو نجم الشباك ونجم الفريق، وكمان سيف سمير الحقيقه عمل مباراه يعني جيده ايضا. خلينا نرجع لارض الملعب والزميله العزيزه سلا حامد ولقاء مع 2 من اللعيبه النهارده اللي كانوا نجوم وكان ليهم دور كبير في الفريق، براندون موريس، براندون انا اسف، وسيف سمير. اليك الكلمه يا سلا.
من جديد طبعا برحب بك يا كابتن هيثم وبكل ضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وبالتاكيد ببارك لك يا كابتن هيثم النهارده فوز بالتاكيد رجال كره السله على نادي الزمالك في اول مباراه في سلسله ذا بيست اوف 5 من مرحله النصف النهائي او سيمي فاينل من بطوله دوري السوبر لكره السله. وزي ما انت قلت طبعا يمكن معي في هذه اللحظات لقاء مهم مع واحد من نجوم المباراه النهارده محترف فريق النادي الاهلي براندن. براندن فيرست اوف اول ليت مي ويلكم يو اون الاهلي تي في شانل اند اولسو ليت مي ويلكم يو هير being here in the Ahli team. I know it's too late to tell you welcome to be here and joining the Ahli team. Let me tell you congratulations for today's match, winning a very important game, the first game in the best of five of the semi-final of the Egyptian Super League. So congratulations, and talk to me of course about today's match and the performance of all the players. For me, I just want to thank my teammates. They, you know, gave me a lot of confidence. They know I've been struggling offensively, you know, for a little minute. And today, they just told me to be myself. They trusted me. And today was one of those days where I needed to get going offensively, and it helped us win. You know, a lot of guys hit some very important shots, but I'm so proud of what we did defensively today. Defensively, I felt like we did a good job. We held their top score under their average. And we just got to continue to do that to get two more wins. طبعا يا كابتن هيثم بالتاكيد في البدايه سالته او في البدايه طبعا رحبت بيه على شاشه قناه النادي الاهلي ورحبت بيه في يعني تواجده في صفوف فريق النادي الاهلي. يمكن قلت طبعا يمكن ان انا بقول له ويلكم ان هو يكون متواجد في صفوف فريق النادي الاهلي يمكن دي متاخر شويه، ولكن طبعا بنرحب بيه. وسالته بالتاكيد على مباراه اليوم، شايف طبعا ان المباراه النهارده جميع لاعبي النادي الاهلي ادوا اداء جيد، واتكلم طبعا ان هو فخور بجميع اللاعبين النهارده اللي ادوا اداء جيد طوال المباراه. اتكلم كمان على دعم المستمر دايما من جميع لاعبي النادي الاهلي، دايما بيدعموه، دايما يعني هو بيقول ان هو بيدوله دايما ثقه في نفسه مع كل مباراه ان هو النهارده هيأدي بشكل جيد. كمان اتكلم على الجانب الدفاعي والجانب الهجومي انه طبعا النهارده ادوا اداء جيد سواء على الجانب الهجومي او الدفاعي، وتنفيذ كل التعليمات اللي قال عليها طبعا مستر اجاستي قبل مباراه اليوم. Brandon, also let me tell you about you. I know that you didn't play a lot of games with the Ahli team, only two games in the Egyptian, I think in the Egyptian Super League, and two games in the Egyptian Cup. But today we saw a very, very great performance from you. You are today's the top scorer, 24 points, and also you did 5 assists. So tell me about today's performance. I know that Brandon have a lot of giving a better performance in all the matches, and we expect from you this in all the match in the next matches. Yeah, just got to be confident in myself. You know, special shout out to my teammate Tony Mitchell. You know, he tell me all the time, just stay with it. And today was one of those days. I just stayed with it, and everything else, I just let everything else play out. You got a big fella right here, our captain. He helped me out. He talked to me a lot on the bench, and it's my teammates really. It just gave me a lot of confidence. So now that you know I've had one of those breakout games, now I just got to continue and help us. Like I said, help us close out the series. I feel that you are happy being in the. Yeah, I love Egypt. I love it. I've embraced it. It's much different than Europe and where I was before. But you know, home of the motherland here in Africa, and now I'm in Egypt. It's great. I love it. Inshallah, we will see a very great performance from Brandon the next month. We expect this from you. Mm-hmm. Absolutely, absolutely. Thank you, Brandon. Appreciate you. Thank you. طبعا يا كابتن هيثم قلت له النهارده ان هو ادى اداء جيد في المباراه، كمان شفنا ان هو التوب سكورر النهارده، وزي ما حضرتك قلت قبل ما اكون معاك على الهواء مباشره ان هو كمان عمل النهارده 5 اسيست، والنهارده ان هو سجل 24 نقطه. اتكلم على انه طبعا يعني هو امر جيد بالنسبه له ومبسوط جدا، يمكن شايف انه السبب يعني النهارده تالقه في المباراه هو دعم جميع لاعبي النادي الاهلي ليه. اتكلم كمان عن الكابتن سيف سمير اللي هيكون معانا دلوقتي، ان دايما كابتن سيف سمير كابتن الفريق اتكلم ان هو دايما كابتن سيف بيدعمه ودايما بيتكلم معاه على بنش يعني طوال المباراه، بيحفزه قبل المباراه، مبسوط جدا بتواجده هنا داخل النادي الاهلي، سعيد كمان بتواجده في صفوف فريق النادي الاهلي. قال ان انا فرحان ومبسوط ومرتاح، ودايما اللعيبه بتديني ثقه في نفسي عشان اكون احسن واحسن في جميع المباريات. اتكلم كمان على ان هو مبسوط جدا تواجده هنا في مصر، مبسوط يعني متواجد عامه في قاره افريقيا، وقلت له ان شاء الله احنا متوقعين منه باذن الله ان هو لاعب كبير، متوقع منه باذن الله ان شاء الله في المباريات القادمه ان هو يؤدي اداء جيد. فقال ان شاء الله ان شاء الله ان هو يعني هيأدي او هيظهر بالاداء المتميز ده خلال المباريات القادمه. ويمكن معنا في هذه اللحظات يا كابتن هيثم الكابيتانو كابتن سيف سمير كابتن النادي الاهلي. كابتن سيف طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز ابارك لك طبعا اول مباراه في سلسله ذا بيست اوف 5، يعني شفنا طبعا اداء جيد من جميع لاعبي النادي الاهلي، فشايف النهارده الاداء ازاي؟ ويمكن براند لسه قايل معنا دلوقتي ان انت دايما بتتكلم معايا كابتن، طبعا دورك ككابتن الفريق دور مهم جدا مع جميع لاعبي النادي الاهلي وبالاخص طبعا براندن كوفد جديد في الفريق. والله الحمد لله يعني على المكسب النهارده زي ما انت قلتي، يعني ده يعتبر اول ماتش في البيست اوف 5،
ماتش النهارده كان مهم قوي بالنسبه لنا، ان احنا دايما احنا اتكلمنا مع بعض ان احنا لازم نصالح الجمهور على ماتش الكاس واللي احنا عملناه في الكاس. اللعيبه كلها النهارده كانت رجاله. براندوم احنا بنراهن عليه، يعني بغض النظر واتيفر ايه اللي بيحصل، بس احنا كنا متاكدين ان هو النهارده هيبقى حاجه تانية. فالحمد لله يعني ساعدنا كتير، وزي هو توب سكورر وكل حاجة، بس احنا كلنا فرقة واحدة عايزين نصلح جمهورنا بالدوري وبالبال. يمكن خسارة كاس كانت مزعلانة قوي، بس الحمد لله رجعنا وفوقنا، والنهاردة زي ما انتم شايفين شكلنا الحمد لله أحسن. بس لسه عندنا يعني لسه عندنا ماتشين بإذن الله نخلصهم على خير ونفكر بقى في اللي جاي بإذن الله. سيف، طبعا يعني احنا عارفين فريق النادي الاهلي لكرة السلة يعني دايما بتفرحوا جماهير النادي الاهلي، دايما بتمتعونا عامة بأدائكم في الملعب، يعني في اي بطولة او اي مباراة، يعني ما شاء الله طبعا السنة اللي فاتت ابطال يعني 5 بطولات. يمكن انا عارفة مقدرة طبعا، يعني انتوا اكيد متأكدين ان جمهور النادي الاهلي زعلان، وان انتوا حابين طبعا تصالحوه زي ما انت قلت ببطولة البال وبطولة الدوري، بس طبعا عايزك برضو تكلمني على بعد بطولة الكاس. انا عارفة ان انتوا يعني لعيبة النادي الاهلي قفلتوا الصفحة، مركزين اكتر طبعا في بالاخص السلسله دي قبل بطوله البال. طبعا احنا متعودين، احنا في النادي متعودين ان احنا مهما عملنا قبل كده هو الجمهور دايما، واحنا يعني والاداره وكل الجماهير النادي الاهلي بتبص على اللي جاي، مش بنبص ورانا، مش بنبص احنا كسبنا ايه، مش بنبص احنا خسرنا ايه، اهم حاجه هو اللي جاي. واللعيبه فاهمه ده كويس، واحنا فاهمين ده كويس، فربنا يسهل باذن الله في اللي جاي يعني. يا كابتن، ويمكن خلاص الوقت يعني قصير جدا، انا عارفه بعد بكره المباراه على طول، فكلمني طبعا يا كابتن ازاي هتستعدوا للمباراه القادمه ان شاء الله في سلسله ذا بيست اوف 5. لا احنا عندنا بكره اجازه، النهارده هنعمل ريكفري، بكره اكيد في تمرين، بس هو ماتش كمان يعني الحمد لله ماتشات متاخر قوي، يعني بعد بكره عندنا ماتش الساعه 9 برضو، فعندنا وقت يعني الحمد لله للريكفري. والكوتش كمان كان بيعمل روتيشن كويس، تقريبا ما فيش حد لعب فوق ال 20 دقيقه، فربنا يسهل يعني باذن الله. يا كابتن، ومنتظرين منكم اكتر من كده ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله يعني هتفرحوا جماهير النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي واثق فيكم، وطبعا يعني كمان دورك يا كابتن في صفوف فريق النادي الاهلي دورك مهم جدا، كلامك مع اللعيبه زي ما قال براندن يمكن قبل ما انت تكون معانا على الهواء. طبعا يعني الحمد لله انا يعني اللعيبه، مش عايز اقول دوري، بس اللعيبه كلها كبيره معانا، عمرو الجندي كابتن منتخب مصر، ايهاب امين نجم مصر، يعني عندنا لعيبه كبيره، طبعا دوري مهم وكل حاجه، بس كلنا لعيبه كبيره، سواء كيجو سواء عمر سواء انا، يعني ال 12 لعيب بصراحه او ال 11، احنا النهارده 11 في اصابات كتير، فال 11 لعيب لعيبه كبيره، ولعبنا في انديه كتيره، وكل واحد فيهم يقدر يشيل فرقه لوحده يعني، فاحنا مركزين وان شاء الله نفرح جمهور النادي الاهلي يعني. ان شاء الله يا كابتن بالتوفيق باذن الله، شكرا جدا. شكرا. طبعا زي ما انت شفت يا كابتن هيثم، يعني كابتن فريق النادي الاهلي كابتن، وطبعا كابتن سيف سمير، وحديثه بالتاكيد على المباريات اللي قادمه، مباراه اليوم وكمان يعني بعد بطوله كاس مصر امام نادي الاتحاد، بيوعد جماهير النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله انهم يصالحوا كمان الجمهور بفوز ببطوله البي اي ال او بطوله البال، وبالتاكيد باذن الله بطوله دوري السوبر لكره السله. والان العوده مره للاستوديو طبعا ليك يا كابتن هيثم، الكلمه ليك، تفضل. الزميله العزيزه سالة حامد، بشكرك شكرا جزيلا. والحقيقه يمكن النهارده براندون من احلى المباريات اللي عملها، محتاج يخش جوه الفرقه اكتر، واضح ان عنده باسكت جيد، يعني هو اكيد اختيار مستر اجوستي ما كانش من فراغ، ولكن محتاج يخش جوه الفريق، محتاجين ان احنا خاصه انه مش هيلعب معانا البال ولا هيلعب يا كابتن، انت ممكن تغيره برده مش هيلعب، يعني هي الفكره انه يعني محتاج يدخله معاك في الفرقه عشان يبقى جاهز لمباريات الفاينل. هنقول تاني يا كابتن للارقام والاحصائيات، يمكن نسب الثلاثة بونت ما زالت بعيدة شوية يا كابتن، يعني حتى بعد الفوز النهاردة نسبتنا في الثلاثة بونت ما زالت بعيدة شوية، يعني النهاردة احنا عاملين شايطين 26 ثلاثة بونت جايبين 8 بنسبة 30%، بس هي أفضل. طبعا هي أفضل يا كابتن نبيل، 30% أفضل كتير من كانت 15% في ماتش الاتحاد الاسكندري، ولكن ما زال برضو إن احنا تصويباتنا يعني كتير قوي على الثلاثة بونت، 23 26 ثلاثة بونت، يعني برضو في أحسن من كده. طيب النهارده برضو خلينا نشوف على نادي الزمالك، نادي الزمالك عمل ايه؟ نادي الزمالك كان هداف، نادي الزمالك النهارده برصيد 9 نقاط، ايوه لا 12 نقطه، كان خالد عبد الناصر. خالد عبد الناصر هو هداف الفريق برصيد 12 نقطه، لعب 19 دقيقه، المحترف بقى بتاع نادي الزمالك حط 9 نقاط ولعب 26 دقيقه، وده اللي دفع كابتن وائل بدر انه يغيره في النهايه كابتن سلاوي، يعني خرجه وفي النهايه لانه الحقيقه ما كانش على المستوى، ولكن خلينا نشيد برضو باللي مسكوه النهارده.
النهارده ابو النصر مسكوا كريم حاتم ابو النصر كريم حاتم النهارده مسكوا وإيهاب مسكوا فترة برضو إيهاب وأبو النصر وكريم حاتم. والحقيقة أنا عايز النهاردة برضو يعني نشيل زي ما قال كابتن سلاوي كريم حاتم يعني كريم حاتم النهاردة في التالت والرابع عمل فرق كبير جدا جدا مع الفرقة بصراحة يعني هو معلش لسه خبراته صغيرة ولكن كريم حاتم إضافة جامدة جدا للفريق الأول ودفاعين وهجومين يعني حتى الكور اللي هي انتهت عنده هو نهاها كويس صح. يعني برضه دي تتميزه ان انت يبقى لعيب صغير وعنده الثقه ان هو يشوط ويطلع. كمان كابتن هيثم في ظاهره شويه حته مقارنه ما بين اللعيب الاجنبي بتاع الزمالك واللعيب الاجنبي بتاع الاهلي. لعيب الزمالك اول لما جه كان مستواه عالي جدا. نعم. فبعدين بدا المستوى يقل لكن اللعيب بتاعنا بدا يتاقلم وبدا يعلى في مستواه. خلينا برضو نشوف يعني ارقام كريم حاتم. كريم حاتم لعب 15 دقيقه 46 ثانيه حط 3 بونت عمل 3 اسيست عمل 1 اسيست جاب 3 ريباوند فالارقام حلوه يعني كويس. بالنسبه ان هو بوينت جارد طبعا لا ارقامه كويسه وسريع وبيدافع وانا بس في حد النهارده برضو عمل يعني مجهود كويس شغل كويس ما كانش يعني اللي هو كيجو ايوه يعني كيجو جايب 8 بونت في المباراه وعامل 8 ريباوند الثمانية ريباوند منها 5 في الاتاك في الاوفنسيف ريباوند في الاوفنسيف ريباوند سكند شوت 5 فدي برضو حاجه كويسه ليه جدا لعبش كتير لعب 16 دقيقه ايوه يعني 16 دقيقه لا النهارده مصطفى كيجو في زي ما تفضل كابتن نبيل وقال من افضل المباريات ليه لعب 16 دقيقه 8 بونت فيلد جول 50% عمل منهم يعني 8 محاولات جايب 4 وبعد كده انت احسن ثاني هداف عندك جايب 10 هو جايب 8 فدي حاجه كويسه في الريباوند برضو هو ساعد كتير جدا مش في يعني مش في الديفنسيف ريباوند لكن في الاوفنسيف ريباوند جايب 5 فدي برضو بتحيلك كوره كانت ميته فميزه في الريباوند في الريباوند اللي هو اوفنسيف ريباوند ان انت يعني يجيب 5 دي كتيره. نعم خلي بالك برضو يا كابتن الريباوند احنا جايبين في التوتال 44 ريباوند يا كابتن سلاوي علي علي الزمالك جايب واحد فجايب 30 يعني احنا 14 ريباوند تقريبا احنا يعني التلت ازيد من نادي الزمالك وده رقم مهم جدا يعني هو ده السبب الاساسي في السكور اللي احنا شايفينه ده. طيب بس يزال برضو نسبه الرميه الحره وحشه جدا وفي الزمالك بس لا ما هو معلش يا كابتن انا بدور على بطوله بقى الزمالك اسوء الزمالك فري ثرو هم جايبين شايطين 15 جايبين 5 نسبتهم 33% احنا نسبتنا 53% برضه وحشه الفري ثرو ده 90% طبعا لان ده مفيش دفاع يعني مهاره بتأدى بدون معاق المفروض ما تدخلش تشوط غير لما انت تاخد نفسك يعني دي برضه اللعيب لازم ما تدخلش بسرعه عشان اشوط ياخد وقتي عشان ادخل الشوط يعني لان انت عشان لما تاخد التو شوتس بتبقى عامل مجهود عشان تاخد الفاول 13 رميه حره تاخدها تجيب 7 في الماتشات المهمه صعب هتتعاقب على الرقم ده طبعًا. هتتعاقب يعني طبعًا. لو خلص الماتش بونت او 2 هتندم طبعا فلازم النهارده الارقام دي تتحسن بشكل كبير لازم يكون فيه انا شايف ان هي تجليت الفاول شيت دي ناحيه نفسيه شويه الفرقه ما زالت يا كابتن احساسا وعايز راي كابتن سلاوي في هزه في الاوفنس مفيش ثقه ما بنلعبش باريحيه تلاقي اللعيبه متوتره وهي بتشوط متوتره بتلعب صح لا 100% سببه يا كابتن صح انت كلامك مظبوط لان الهدافين بتوعنا ما زالوا بره التهديف طبعا مش عشان ما بياخدوش تريات لا لسه تحس ان في حاله كهرباء كده في الاوفنس ما احناش بنلعب توتر في توتر هل نتيجه خساره ماتش الاتحاد لا بس دي من قبل ماتش الاتحاد من قبل ماتش التحدي من البال يا كوتش من البال من البال يا كباتن من البال وعندنا حاله الكهرباء وعدم الثقه في الاوفنس لا لازم النهارده ده دور بقى المعد النفسي ده في نقطه اللي انت قلتها دي 10 على 10 يعني دي خبرات اللي انت الكلام اللي انت قلته ده خبرات في حته ثانيه برضو كنا بنتكلم فيها انا والكابتن نبيل هي ان البوفوتات بتاعتنا ما بتقابلش بعد البيج ما بيقابلوش لو قابلوا كل يعني هتجري فاست بريك براحتك نعم يعني صح. احنا كان زمان يقول لك لا لازم بيقابل قابل الراجل اللي رايح التايمنج بتاع المقابله ان انت تقابل بدري ما تقابلش اللعيب بعد ما خلاص هو يوصل لغايه الباسكت فياخد منك فاول او يحط باسكت لازم اقابل بدري شويه في حاجه يا كابتن دايما كانت بتتقال الشادو ديفنس اخطر عارف كان دايما يتقال لنا من المدربين الاجانب ما تروحش يعني ما تروحش مثل انت رايح ما تمثلش ان انت رايح لا ما تمثلش ان انت رايح لو ما يعني انا ممكن اكون احنا التلاته في الملعب ولعيب داخل انا رحت مثلت ان انا رايح عليها فانت هتستنى لما انا اعمل ايه ان انت دخلت تفتكر وانا ما رحتش انا فعليا انا عملت حاجه اسمها شادو ديفنس فما بروحش ولا بخلي غيري يروح فده اخطر 100 مره من انت عارف انا لو ما قابلتش هتعمل ايه يا كابتن سلاوي انت هتروح تقابل كابتن نبيل هيروح يقابل
انما لما انا اخد المبادره واروح اقابل يبقى لازم اقابل بجد، يا اما كده يا اما هعمل حاجه اسمها شادو ديفنس. شادو ديفنس ده في الاخر انت لا انت دافعت ولا خليت غيرك يدافع، فده اخطر 100 مره. فده السناتر اللي حضراتكم بتقولوه، لازم السناتر النهارده تقابل بجد، ما تقابلش مجرد انها بتقابل. خاصه ان احنا عندنا سناتر ما شاء الله يعني اطوال جامده واجسام قويه، فاقابل جامد وهيغطوا عليك زملائك مفيش مشكله، حتى لو مره الكوره فلتت وراحت لمانك مفيش اشكال، انت لازم صحيح. تعمل اللي عليك. صحيح. والكلام ده كمان انت عندك مش بس سناتر يعني زي كيجو وعمر طارق، انت عندك موبايل، سناتر موبايل يعني خفيفه متحركه زي مروان سرحان، عمرو الجندي رميز الاربعيه. بس على فكره الفتره دي هو بيلعب عمرو الجندي ثلاثه بس. انا ملاحظ ده يا كابتن. بس احنا في احسن اوقاتنا لما بيلعب اربعه. طب ليه بيلعب ملعب خفيف؟ انا ملاحظ يعني من اول البال انه بيلاعب عمرو الجندي تلاتايه صرف دلوقتي. هو ساعات بيحطوا تلاتايه علشان الريباوند ده على طول يعني، برضو هو عمرو لما بينزل اربعايه احنا شويه في الريباوند بنبقى اقل سنه، هو برضو لما بيكتر بيبقى فيه ثلاثه طوال بيبقى ده انجاز لعمرو الجندي بصراحه. لا هو ما شاء الله ما شاء الله تتفوق يعني عليه. لما يبقى المركز اللي كنت بتلعبه السنتين ثلاثه اكتر اربعايه، والنهارده هو يخليك ثلاثايه وتتفوق برضو وتفيد فرقتك، يبقى انت لعيب حكايه. عمرو الجندي بيلعب كل حاجه يعني، ساعات يمسك الملعب ويعدي وبتاع يعني، هو لعيب باسكت الاول هارد مصر يعني، ما هوش يعني بالامكانيات البدنيه بقى الجامب والدنكات وبتاع، ولكن عقليه خبره جدا. عمرو الجندي يا كابتن اول بطوله ليه مع المنتخب كان معايا ما شاء الله، وكنا في ليبيا بطرابلس، كانت سنه مش فاكر كان كام بالظبط يعني، وهو كان بيلعب تحت 17 ولعب كاس عالم حلو، فكنا عندنا اصابات وبتاع، فقال لك خلاص نجيب عمرو الجندي، فهو ما لعب مرنش مع المنتخب خالص. ماسك المنتخب ساعتها الراجل الصربي اللي هو اسمه زيلكو، اللي ماسك دلوقتي اللي بيمرن في البال ساعات وماسك منتخب غينيا. فجي عمرو الجندي معايا في الاوضه، كان هو 17 سنه، وجم قالوا لي كنت انا كابتن الفريق منتخب، وجم قالوا لي طب انت عمرو، قلت له لا هاتوا يقعد معايا. فهو من اول يوم تبنيته لا وغير كده من اول يوم وهو عايز يعني ما تخضش من المنظر، لاعب مع لعيبه كبار وما تمرنش معاهم، لا ده هو نازل بلعب انجولا وده عايز يلعب. يا ابني انت بالراحه حبيبي. يا حبيبي بالراحه يا بابا، انت لسه جاي من السفر مش مخضوض من الموقف. هو عنده ثقه بنفسه عاليه والله اكبر، ده مقاومات من صغره، مقاومات اللعيب الجيد. بشكركم يا كباتن، نورتوني شرفتوني، الف مبروك كابتن سلعاوي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر، نورتوني شرفتني والف مبروك النهارده. الف مبروك لينا وكلنا، والحمد لله اول مباراه عدت، وان شاء الله باذن الله هيعدي الباقي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن نبيل نورتني وشرفتني والف مليون مبروك. الف مبروك ليك وللنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي. وكنت عايز برضو ابارك لمجلس الاداره وفريق كره السله للسيدات والجماهير، فوزهم بفوز سيدات نادي الاهلي بكره السله بكاس مصر ان شاء الله. احنا نسيتها انا في الاول، فمعلش انا بعتذر وبهنيهم، بطوله عزيزه علينا، ونتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله في السوبر. بشكر كابتن نبيل. اعزائي المشاهدين بشكر حضراتكم النهارده شكر جزير. بفكركم النادي الاهلي النهارده في كره السله خد المبادره، احنا نلعب بيست اوف فايف يعني، ده مش التاهل لسه، فيه لازم نكسب مباريتين كمان نتمناهم المباراتين الجايين عشان نوفر مجهود، عشان احنا رايحين البال يوم 17/5، فكل ما نخلص ماتشاتنا بدري كل ما بقى عندنا وقت للريكفري والاستعداد للبال او الباسكت بول افريكا ليج، نهائيات اللي تبقى في كيجالي في رواندا، وهنسافر يوم 17/5 باذن الله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى جوله جديده من جولات استوديو الابطال.